السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مصطلح في الأيزو 16650، وده المعتمد حاليا بدل الـ PA-SI-1000، اللي هو مصطلح Responsibility Matrix أو مصفوفة المسؤولية. هو عبارة عن زي جدول أو شكل دائري بيوضح كل واحد في المشروع إيه المهام الموكل بيها وإيه المخرجات اللي هو هيسلمها لنا. ممكن يكون الدور بتاعه التصميم، ممكن يكون الدور بتاعه نموذج، ممكن يكون الدور بتاعه تشاور، أو هيقول رأيه، أو هو هيعتمد حاجة معينة، بس لازم يكون موجود إيه الحاجة اللي هو مسؤول عليها. ما ينفعش نلاقي في شركة إكس مش مطلوب منها أي حاجة خالص في المشروع، خلاص يبقى مش معانا في المشروع، ولا هتاخد فلوس من غير ما تشتغل. فهي الريسبونسابيلتي ماتريكس دوت بيحدد كل واحد إيه التاسك وإيه المهام وإيه المخرجات اللي هيسلمها في المشروع دوت.